خلينا بقى دلوقتي نروح زي ما احنا متعودين لاخبار النادي الاهلي وفرق مختلفه. مراسلتنا هتكون هناك هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الخير عليكي، مصبح عليكي وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا أمس كان استأنف الفريق تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة. مستر بيتسو موسيماني الحقيقة كان حريص على عقد محاضرة مع اللاعبين ليحدثهم بقى عن المباراة القادمة اللي طبعا هتكون أمام فريق بطل النيجر الحرس الوطني يوم السبت القادم في إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. خلونا نتكلم أكتر عن مران أمس. يعني بشكل عام المران كان فيه جزء بدني كبير، اللاعبين اتمرنوا ساعة في صالة الجيم، بعد كده قاموا بعمل تقسيمة على نص الملعب وتقسيمة أخرى بطول الملعب. طبعا بقى ينفذوا بعض الأمور الخططية والفنية للمباراة القادمة. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 3 والمران هيبدأ فيه تمام الرابعة عصرا. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا في المرحلة القادمة. خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة اليد. سيدات كرة اليد بيواصلوا سلسلة الانتصارات. أمس يفوزوا على فريق الطيران بنتيجة 30-24 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. الحقيقة أن سيدات كرة اليد عملوا مباراة كبيرة جدا أمس، يعني بالرغم من ان طبعا الطيران فريق قوي وخصم عنيد، لكن سيدات كرة اليد قدروا يسيطروا على مجريات المباراة. كمان كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق كان حريص على مشاركة جميع اللاعبات وكمان تنفيذ بعض التاكتكس الهجومية والدفاعية، وطبعا الفريق قدر يفوز في النهاية ويحسم المباراة لصالحه. النهاردة سيدات كرة اليد هيواصلوا تدريباتهم، هيكون الاول عندهم مران بدني في تمام الخامسة مساء، بعد كده هيكون عندهم تدريبات فنية بالكرة في الصالة في تمام السادسة مساء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة القادمة. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة تنس الطاولة. كمان فرق تنس الطاولة بتواصل تدريباتها النهاردة، هيكون عندهم تدريب في تمام السابعة مساء استعدادا للمباراة القادمة. المباراة القادمة هتكون يوم الجمعة أمام فريق دمنهور ضمن منافسات الدور الأول من بطولة الدوري. يعني الحقيقة أن فرق تنس الطاولة حتى الآن ماشية بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري. احنا دلوقتي في الجولة الثالثة، خلاص متبقي مباريتين على الدور الأول، فضل لهم فريق طنطا وفريق الحوار. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله ينهوا الدور الأول بالعلامة الكاملة. خلونا بقى أخيرا نروح للعبة كرة السلة. سيدات كرة السلة أمس قدروا يحققوا فوز على فريق الصيد بنتيجة 109-54 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط. الحقيقة أن المباراة شهدت تألق كبير جدا من سيدات كرة السلة. يعني لو هنتكلم أكتر عن تفاصيل المباراة، سيدات كرة السلة قدروا يحسموا الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 32-4، الشوط الثاني بنتيجة 53-23، الشوط الثالث بنتيجة 86-40، والشوط الرابع والأخير بنتيجة 109-54. يعني الحقيقة كان تألق كبير جدا. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة القادمة. يعني دي أخبار الفرق الرياضية. خلوني كمان يا نهواندو يا كريما نقول لكم الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي. درجة الحرارة دلوقتي 25، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي الأهلي. يعني كل الأعضاء اللي بتتابعنا تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم. يعني دي كانت أبرز وأهم أخبار النادي الأهلي. معاكم لو عندكم أي استفسارات، العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. فاحنا بنشكرك جدا يا هنا على هذه التغطية، شكرا ليكي جدا.